اليوم كلاب الغرب بقتل أسد من أسود الإسلام، ونقول لهم من المسجد الأقصى من عقر دار الخلافة القادمة قريبا بإذن الله، لا يفرحن الكلاب بموت أو قتل الأسود، فمهما بلغ من الكلاب ستبقى كلابا، وإن الأسد وإن قتل فسيبقى أسدا. على المشانق مع بش الصغير ومع من لف لفيفكم في قتل المسلمين، ونحن أمة المليار أمة الخيرية سنلقنكم دروسا في السياسة وفي العسكرية قريبا بإذن الله، ترون كيف يكون عدل الإسلام.